السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو الرابع من سلسلة شروحات المادة لانتخوديكسيون الإيكونومي. في الفيديو الثاني ديال الشرح ديال البونسي إيكونوميك، في الفيديو الثالث يعني الفيديو السابق شرحت لكم البونسي إيكونوميك، شفنا المركانتيليست الفيزيوكرات الكلاسيك، شفنا آدم سميث، ديفيد ريكاردو، جو باتيسي وتوماس مالتيس، وعرفنا الديفيرون زابور وليزيدي ديالهم. دونك دابا نشوفوا لي ماركسيست كيمثلهم كارل ماركس. باش تعرفوا لي ماركسيست او المدرسه الماركسيه هي مدرسه اشتراكيه، يعني شنو المبدأ ديال ادم سميث ديال كارل ماركس؟ هما ضد لي ليبرو او ضد لي كابيتاليست، يعني ضد لي كلاسيك. هما جاوا باش يكريتيكو لي كلاسيك، باش يدير واحد النقد ديال لي كلاسيك. دونك يعني جميع المبادئ ديال الكلاسيك هما لا كونتر ديالها، هما ضدها. إذا كانوا الكلاسيك مع الانتيغي انديفيديال، فإن لي ماركسيست مع الانتيغي جينيرال. إذا كانوا لي ماركسيست لي كابيتاليست ولا لي كلاسيك هما ضد تدخل الدولة، كونتر لانتيرفونسيون ديتا، فإن لي ماركسيست مع تدخل الدولة. دونك أول تيوري اللي عندو بها بالنسبة لكارل ماركس هي تيوري دو لا فالور. La valeur des marchandises est déterminée par la quantité de travail nécessaire à la production de cette marchandise. Yani, pour Karl Marx, la prime ديال واحد la marchandise كتحدد باش بالكميه ديال العمل اللي كنحتاجوها باش ننتجوا هاد لا marchandise هذا. من بعد نشوفوا شنو هاد الكميه ديال العمل. Marx distingue le travail vivant fourni par le travailleur. Marx qui mise les unes à le travail. Quel est le travail vivant fourni par le travailleur? Quel est le عمل الحي هو اللي كيقدم لنا العمال واللي كيسموهم هو الفورس دو ترافاي، قوة العمل، الفورس دو ترافاي. Marx distingue le travail vivant. Le travail vivant كنسموه ايضا بلو كابيتال فيفون. كنسموه بالكابيتال فيفون. الرأس مال الحي. دونك لو ترافاي فيفون ولا الكابيتال فيفون، كاين عندنا جوج انواع ديال لو ترافاي. عندنا ترافاي فيفون ولا الكابيتال فيفون اللي كيقدموه لي ترافايور العمال، وعندنا لو ترافاي كونستون ولا لو كابيتال كونستون اللي كيقدموه لي ماشين. جوج انواع ديال ترافاي، لو ترافاي فيفون ولو ترافاي كونستون. لو ترافاي فيفون خاص بالفورس دو ترافاي اللي هما العمال، ولو ترافاي كونستون خاص بلي ماشين. نشوفوا دابا واحد النظريه مهمه عند ماركس، هي لا لوا دو بلي فالي. لا لوا دو بلي فالي او فائض القيمه. ماركس كونسيدير كو لو ترافاي نيسيسير اي سيلوي كي في فيفر لو ترافايور اي سا فامي. بالنسبه لماركس العمل اللي خاص العامل اللي يخدمه هو هذاك العمل اللي يقدر يعيشه هو عائلته، يعني يخدم غير على قد داك السوايع اللي يقدر يعيشه هو عائلته، يعني على حسب داك السالير ديالو. Tout travail supplémentaire est une plus-value exportée par les propriétaires de moyens de production. Ou أي عمل كيزيد العمل العامل فوق هذاك لو ترافاي اللي يقدر يعيشه هو عائلته كيتسمى plus-value، يعني كيتسمى استغلال. استغلال كيستغلوه به لي كابيتاليست او الرأسماليين، هذوك لي كابيتاليست. دونك لو plus-value شنو هو؟ هو عندك الزياده اللي كيزيدها العامل على لو ترافاي اللي خصو يخدمه. الزياده اللي كيزيد العامل على لو ترافاي اللي خصو يخدمه. مثلا هو خدم كيخدم مثلا 60 ساعه، مثلا هما خلصوا على 60 ساعه، هما مثلا هو خدم 100 ساعه باغ اكزومبل، ولكن هما خلصوه غير العمل ديال 60 ساعه، هذيك 40 ساعه الزياده شنو هي؟ سي تان بلو فالي، يعني اكسبلواتاسيون. خلصوا على غير 60 ساعة، هو خدم 100 ساعة خلصوا غير على 60 ساعة، دونك هذيك 40 ساعة اللي بقات سيتين اكسبلواتاسيون، استغلال، هي بلي فالي. يعني بلي فالي هو داك الشيء اللي كيزيد على الخدمة اللي كيتخلص هو، يعني كثر من اللي خلصوا يخدم. دونك هذا هو البلي فالي. دونك لا فالور دي مارشانديز، لا فالور دي مارشانديز هي بور كارل ماركس كتساوي لا ترافاي كونستون، يعني ترافاي ديال لي ماشين، زائد لو ترافاي فيفون ترافاي ديال العمال، زائد داك لي بلي فالي ديك ليكسبلواتاسيون ديال لي كابيتاليست لي زوفريي. لي بلي فالي هو ليكسبلواتاسيون ديال لي كابيتاليست لي زوفريي. دونك
هذا هكا كنحسبوا لي بلي هكا تنحدوا لا فالور بي مارشانديز. يعني مثلا عطاو لو ترافاي كونستو شحال القيمه ديالو، مثلا باش تجي واحد البيان خاصني 60 مثلا 60 ساعه ديال لو ترافاي كونستون، 60 ساعه ديال لي فيفو، ومثلا لي بلي فالي 60 ساعه. دونك 60 زائد 60 زائد 60 هي 200، هي 180. دونك لا فالور هي 180 كتساوي 180. وصي عندنا واحد الحاجه سميتها لوطو دو بلي فالي، يعني المعدل ديال البلي فالي. لوطو دو بلي فالي كيساوي البلي فالي، يعني هاد القيمه ديال البلي فالي على هاد الترافاي فيفون على هاد الفي. اوسي عندنا لوطو دو بروفي. لوطو دو بروفي هو هاد لوطو دو بلي فالي، يعني بي ال على في، غتكتبو بي ال على في مقسومه على واحد زائد سي على في. سي هو الترافاي كونستون يعني الكابيتال كونستون، و في هو الترافاي فيفون يعني الكابيتال فيفون. دونك هكا كنحسبو لوطو دو بلي فالي دو دو بروفي. دونك هاد سي على في شنو كيسميها ماركس؟ كيسميها لا كومبوزيسيون اورغانيك دو كابيتال، لا كومبوزيسيون اورغانيك دو كابيتال. دونك نشوفو دابا واحد النظريه مهمه، نشوفو دابا نظريه مهمه جدا عند كارل ماركس، هي لا بيس طوندونسييل دو طو دو بروفي. لا بيس طوندونسييل دو طو دو بروفي، لا كونكورونس انتر لي كابيتاليست les pousse à investir davantage dans les machines pour améliorer la productivité. يعني كارل ماركس تيقول لك ان لي كابيتاليست عبقى يتنافسوا بيناتهم، هذوك لي زونتربريز ديال الكابيتاليست اللي كيديروا الانتاج غتكون بيناتهم واحد المنافسه كبيره. دوك هذيك المنافسه اللي كتكون بيناتهم هما بغا يحققوا بزاف ديال الارباح باش يزيدوا الانتاج ديالهم. دوك الشيء كيديروا غادي يبقى يزيدوا فهاد سي فهاد لو ترافاي كونستون، بقى يزيدوا في لي ماشين، بقى يخدموا في لي ماشين بزاف ياك، او ميم طان يبقى ينقصوا هاد في، بقى ينقصوا العمال بوغ اميليوري لا برودكتيفيتي باش يقدروا يحسنوا الانتاجيه ديالهم، غادي يبقى يزيدوا في لي ماشين. دونك سو فوزون الا زدنا نشوفوا هاد السي على في، الا زدنا بقينا كنزيدوا في هاد السي، اش كيوقع هاد السي في؟ هاد السي في راه كتزاد. دونك لا سي على في ا توندونس ا اوغمونتي، والا زاد السي على في اصلا هذا كيبقى الفي، هاد الفي الترافاي فيفون راه كيبقى كينقص. الا نقص لي الترافاي فيفون يعني حتى هذا كينقص. دونك الا كان مثلا عندي هذا البسط كينقص والمقام كيتزاد، اش كيعني هذا الا كان المقام كيتزاد؟ يعني هذا راه كينقص، هاد لوطو دو بروفي كينقص. دونك لا سي على لا سي سور في ا توندونس ا اوغمونتي، دونك لوطو دو بروفي طو ا لا بيس حتى لواحد الوقت ايكال ا زيرو. دونك لا بيس دو طوندونسييل دو طوب دو بروفي كيقول فيها كارل ماركس بان هذيك المنافسه بين الكابيتاليست غادي تدفعهم بانهم يزيدوا يستثمروا اكثر في لي ماشين، يبقى يزيدوا الكابيتال كونستون يعني الكابيتال الترافاي كونستون اكثر، اللي يخدموا بلي ماشين اكثر يبقى يزيدوا في لي ماشين على العمال، واللي زادوا لي ماشين على العمال هذاك لا كومبوزيسيون اورغانيك دو كابيتال ولا سي في غتبقى تزاد، واللي زاد لا كومبوزيسيون اورغانيك دو كابيتال هاد لو طو دو بريفي ديالهم غيبقى ينقص حتى لواحد الوقت ايكال ا زيرو. دونك غنشوفوا دابا هنا واحد الكالكيل ممكن تحط عند كارل ماركس. دونك هذا هو الكالكيل. دونك هما مثلا كيعطونا دي دوني من هادو، عطاونا لو كابيتال كونستون، عطاونا لو كابيتال فيفون، عطاونا لو بلي فالي. دونك لا فالور شنو هي لا فالور؟ قلنا لا فالور بور كارل ماركس هي الكابيتال كونستون زائد الكابيتال فيفون زائد لو بلي فالي. دونك 60 زائد 80 زائد 80 دونك هي 220، هذه هي لا فالور. لوطو دو بلي فالي قلنا لوطو دو بلي فالي هو لو بلي فالي على الكابيتال فيفون، يعني 80 على 80 هي واحد، ولوطو ديما كيكون فيه البورسونتاج، دونك هذه هي واحد هي 100%. لوطو دو بروفي قلنا لوطو دو بروفي شنو هو؟ هو لو بلي فالي لا كابيتال فيفون مقسوم على اش؟ واحد زائد كابيتال كونستون على الكابيتال فيفون، دونك كتعطيني 0.57، دونك نضربها في 100 لان الطو خصها ضروري تضرب في 100 هي 57.14%. نفس الطريقة بالنسبة نشوفوا الحالة الأخرى، عطاونا الكابيتال كونستون 100، الكابيتال فيفون 60، البلي فالي 30. اش كتلاحظوا هنايا؟ هنايا هاد العامل كيخلصوا غير 80 ساعة، ولكن البلي فالي كيستغلوا في 80 ساعة. دونك الاستغلال شناهو؟ 100%. هو راه كيخدم عندهم، هو كيخدم عندهم 160 ساعة، 80 ساعة كيخلصوا عليها و80 ساعة راه هي بلي فالي. دونك البلي فالي استغلال ديالو كيستغلوه ب 100%. مثلا في هذه الحاله هما كيخلصوا الثمن ديال 60 ساعه، ولكن
كي الاستغلال كيستغلوا في 30 ساعه. دونك البلي فالي شنو هو؟ اللوط دو بلي فالي اللي كيستغلوا 50%، لان 30 على 60 0.5 تعطي 50%، استغلال 50%. دونك نفس الطريقه نحسبوا هنا لو كابيتال كونستون 100، كابيتال فيفون 60، والبلي فالي 30. دونك 100 زائد 60 زائد 30 هي 190. دونك لو طو دو بلي فالي قلنا هو البلي فالي مقسوم على كابيتال فيفون 0.5 نضربها في 100 تعطيني 50%. ولو طو دو بروفي هو البلي فالي مقسوم على كابيتال فيفون مقسوم على 1 زائد سي على في. دونك 100 على 60 كتعطيني 0.18 نضربها في 100 هي 18.75%. نتمنى انكم فهمتوا هاد لي طابلو، هاد لي كالكيل، وهاد لي طابلو مهمين، لان لا بليبار ديال لي بروف كيحطوهم في لي زيكزام. مهم لاحظوا مزيان هاد ليكزامبل وراجعوه الله يخليكم، لانه ان شاء الله يقدر يحطوا لكم بروف في لي زيكزام. دونك هاد الشيء اللي شفنا بالنسبه لكارل ماركس. دونك خلاصه ديال كارل ماركس بانك تلقاو ان كارل ماركس كينتقد فقط لي كلاسيك، تيقول لك بان لي كابيتاليست كيستغلوا العمال عن طريق لو بلي فالي، يعني انهم كيخلصوهم غير على حساب واحد الخدمه ولكن تيستغلوهم في واحد الخدمه اخرى. ابخي نشوفوا ليكول نيو كلاسيك. ليكول نيو كلاسيك او المدرسه الكلاسيكيين الجدد، او ما كنسموهم لي مارجيناليست، لان علاش سميناهم لي مارجيناليست؟ لانهم اي حاجه كيديروها كيعطونا تيستعملوا لا كالكول على مارج، كي قلنا مثلا ليتيوتي مارجينال، البروديكتي مارجينال اكسيتيرا. شوفوا دابا لي برانسيب دي بونسي نيو كلاسيك، المبادئ ديالهم. اول حاجه لا فالور دان بيان اي ديتيرميني بار لوتيليتي كي بروكير او كونسوماتور. القيمه ديال واحد البيان كتحدد بالمنفعه اللي كيعطي واحد الكونسوماتور، يعني ليتيليتي مارجينال ليتيليتي توتال. شفتوا في الميكرو ايكونومي لي كلاسيك قال لك لا فالور دان بيان اي ديتيرميني بار لو ترافاي، سواء ادم سميث، سواء دافيد ريكاردو، سواء كارل ماركس، كلشي قال لك بان لا فالور اي ديتيرميني بار لو ترافاي. ولكن لي نيو كلاسيك قال لك لا فالور دان بيان اي ديتيرميني بار ليتيليتي. البرانسيب الثاني هو ليتيليزاسيون دو ماتيماتيك بور اناليزي لي فينومين ايكونوميك. لي نيو كلاسيك اول وحدين استعملوا الرياضيات باش يفسروا لنا الظواهر الاقتصاديه، يعني كيستعملوا لا ديريفي، كيستعملوا جميع العلاقات الرياضيه. ايضا كيديروا لو كالكيل، لا كالكيل على مارج، يعني اي حاجه كيستعملوا لا مارجيناليتي. ليكزومبل هو ليتيليتي مارجينال شفتو في الميكرو ايكونومي، لا برودكتيفيتي مارجينال اللي كاينه ايضا في الميكرو ايكونومي، ديما تيستعملوا لا كالكيل على مارج باش يديروا الاناليز. النقطة الرابعة لي زاجون سون راسيونيل، لا راسيوناليتي. كيفاش لا راسيوناليتي؟ يعني ان جميع الفاعلين الاقتصاديين راسيونيل، يعني كيفكروا بعقل، يعني قبل ما يديروا واحد لا ديسيزيون كيديروا دي كالكيل، يعني كيديروا شي حسابات باش يقدروا انهم يوصلوا لي زوبجيكتيف ديالهم وتغلبوا على لي كونترانت ديالهم. باغ اكزومبل كنقولوا لو كونسوماتور راسيونيل، لو بروديكتور راسيونيل، يعني كيقلب انه يحقق لوبجيكتيف ديالو هو الماكسيميزاسيون ديال ليتيليتي بالنسبه للكونسوماتور، وبالنسبه للبروديكتور ماكسيميزاسيون دو بروفي. يعني راسيونيل كيفكروا بالعقل، كيحاولوا ان يوصلوا دوك الاهداف ديالهم ولكن تجنبوا لي كونخا اللي كيواجههم، الكراهات والعراقيل اللي كيواجههم. دوك بالنسبه لي نيو كلاسيك هنا عندنا فيهم ثلاثه ديال المدارس، عندنا ليكول دي فيين، ليكول دو لوزان، اي ليكول دو كامبريدج. دونك عندو بليكول الاولى هي ليكول دو فيين، المدرسه النمساويه، ليكول دو فيين، مدرسه فيينا. الممثل ديالها هو كارل مينجر. دونك بالنسبه لكارل مينجر شنو هما الافكار ديالو؟ اول حاجه كيقول لك كارل مينجر لا مارشانديز اي تين ريبونس ا ان بوزوان، المارشانديز هي واحد الجواب على ان بوزوان. يعني علاش كنديروا هاد المارشانديز؟ علاش كنجو هاد المارشانديز؟ كنجو هاد المارشانديز باش ساتيسفي ليا ان بوزوان، يعني لي بيان كيتصنع باش يساتيسفي ليا ان بوزوان، باش يلبي ليا واحد الحاجه. لا فالور دان بيان est déterminé par l'importance qu'il accorde au consommateur. La valeur d'un bien est déterminée par l'importance qu'il accorde au consommateur. القيمة ديال واحد البيان كتحدد بديك الأهمية ولا ديك المنفعة اللي كيعطيها الكونسوماتور. يعني بعبارة أخرى اش بيقول بهذه الفكرة هذه؟ بيقول لك أن لا فالور دان بيان ديتيرميني بار لوتيليتي. أبخي نشوفوا ليكول دو لوزان، مدرسة لوزان أو المدرسة السويسرية. الممثلين ديالها هما جوج، ليون والاس وفالفريدو باريتو. نبداو بالأول هو ليون والاس. ليون والاس
معروف بلا تيوري ديالو ليكيليب جينيرال دو ليون واراس. اش كيقول فيها هاد لا تيوري هاد ليكيليب جينيرال؟ لي ميم مارشانديز او ان بري اونيك كو سوا لي كو دو برودكسيون. نفس المارشانديز، المارشانديز اللي متشابهه راه عندهم نفس الثمن، خصو يكون عندهم نفس الثمن كي كو سوا لو كو دو برودكسيون. زي واخا كيف ما كان لو كو دو برودكسيون خصهم يكون عندهم نفس الثمن. مثلا هاد القرعه ديال الماء كتبقى قرعه اخرى ديال الماء، هاد القرعه ديال الماء واخا تقامت عليا انا مثلا بخمسة دراهم واخا تقامت عليا بعشرة دراهم خصنا نبيعها بنفس الثمن، مثلا نبيعها بستة دراهم كلشي في المارشي، خصو يكون عندنا هذا. سو بخي ايتيتيغميني باغ لوفر اي لا دوموند. هاد البخي هذا كيحدو لوفر العرض والطلب. علاش؟ لان دابا انت باغ اكزومبل انا اونتربريز هاد القرعه ديال الماء صنعتها بخمسة دراهم، و اونتربريز اخرى صنعتها بعشرة دراهم، دونك غنمشي للمارشي انا غادي نبيع ديك القرعه بستة دراهم، غنربح فيها غير درهم، ولكن هو واش يقدر يحطها ب 10 دراهم؟ ما يقدرش يحطها. علاش؟ لان العرض والطلب هو اللي كيحدد لينا داك الشيء. انا بعتها بثمن رخيص، دونك هو اوبليجي عليه انه يشد نفس الثمن ديالي، يعني ان لي ميم مارشانديز خاصو يكون عندهم نفس لو بري كيل كو سوا لو كود دو برودكسيون. اوسي كيقول لك ان لي بري هاد لي بري هادي اللي كيحددهم هو لوفر لا دوموند. انا مثلا انتجت هاد القرعه ب 5 دراهم، ولكن جيت لقيت مثلا ان الطلب قليل ما بغاها حتى واحد، دونك شنو كندير؟ راه مفروض عليا انني نقص الثمن ديالها، نبيعها بغير 3 درهم 4 درهم، لانني انا خاسر خاسر، دونك اللهم نقلل الخساره ديالي. اوسي العكس، الا كان دوموند بزاف، انا تجا ب 5 درهم، ولكن دوموند بزاف الناس بغاوها بزاف، ولكن الكونتيتي قليله، دونك شنو كندير؟ كنزيد في الثمن، لان كل ما زدت في الثمن راه نبيع اكثر، نربح اكثر. دونك هادشي اللي كيقول ليون واراس. نكملوا باقي. لو غاسيت سون ايكال او كو دو برودكسيون. هذاك المداخيل خاصو تكون تتساوي لو كود دو برودكسيون، سيتادير لو بروفي نول، خاص لو بروفي يكون نول. اوسي شوفو دابا ليكيليبر جينيرال، شنو هاد لي ديال ليكيليبر جينيرال؟ ليون واراس فو دير كو ليكيليبر كو كونكيرونس بيغ اي بارفيت بيرميتري لو بلان امبلوا دو تو لي فاكتور دو برودكسيون. ليون واراس تيقول لك بان ليكيليبر دو كونكيرونس بيغ بارفيت، ليكيليبر ديال لي تو لي مارشي، ليكيليبر جينيرال l'équilibre de concurrence pair parfaite il est quand même maintenant dit la concurrence pair parfaite sur les marchés des biens et services les marchés des biens et services يعني كيو بارفيت يعني كاين واحد المنافسه اللي هي حره واحد المنافسه اللي هي شريفه ياك لان كيحدد لي داكشي هو العرض والطلب هو اللي كيحدد لي داكشي دونك كيكون عندي هاد ليكيليبر في المارشي دي بيان سيرفيس كيحق لي لو بلان امبلوا دو تو لي فاكتور دو برودكسيون يعني كيحق لي واحد ليكيليبر ديال لو مارشي de travail toute la population que tu يعني انت تعني ان toute les populations actives seront occupées et tous les capitaux seront utilisés يعني ملي كيكون عندي واحد ليكيليبر في المارشي دو بيان سيرفيس يعني لوفر كيساوي الدوموند لا كونتيتي اوفر هي نفسها لا كونتيتي دوموندي ديك الشيء يعني كيكون لوفر كيساوي الدوموند ايكيليبر شكي كيحق لي هادشي كيحق لنا واحد ليكيليبر ديالها لو بلان اون بوين يعني كيكون عندي ايكيليبر كي لو بوبولاسيون كلشي كيخدموا وحتى لي كابيتو كلشي كيتستعملوا يعني ايكيليب في المارشي دو ترافاي وكيليب في المارشي دو كابيتو دونك هذا هو ليكيليب جينيرال الا كان عندي ايكيليب في المارشي دو بيان سيرفيس راه اوتوماتيكمون كيكون عندي ايكيليب في المارشي دو ترافاي يعني الناس كلشي كيخدموا اوسي كيكون عندي ايكيليب في المارشي دو كابيتو يعني جميع هذوك لي كابيتو كيتستعملوا دونك ايل بيرميتري دو ساتسفير تو لي بوز لي دوموند سولفابل دونك ليكيليب جينيرال دو وليوناس يعني بان تيقول لك بان اون فوا كيكون عندي واحد ليكيليب في المارشي دو بيان سيرفيس الا كانت لا كونكورونس بيغ بارفيت راه كتحقق لينا ليكيليب ديال تو لي مارشي الاخرين هما ليكيليب دو لي مارشي دو ترافاي اي ليكيليب دو مارشي دي كابيتو. اخر حاجه نشوفوها بالنسبه لليكول دو لوزان شوفوا لوبتيموم دو فالفريدو باريتو. لوبتيموم دو فالفريدو باريتو l'optimum d'une économie est la situation dans laquelle il n'est plus pas possible d'augmenter la satisfaction d'un individu sans réduire celle d'un autre. Had nadariya dial l'optimum de Pareto chnou katani tani bi anna anna sahib il est impossible fwahed l'économie bas nqdar nzid lmanfa'a dial wahed chkhs bla ma ndir chkhs okhr. Impossible fwahed l'économie anni nzid واحد المنفعه ديال الشخص بلا ما نضر واحد الشخص اخر. ليكزومبل باش تفهموا هو مثلا شدوا واحد لا بيتزا اي بيتزا
كتعرفوا البيتزا هي دائريه سيركيلير. البيتزا حنا 4 ديال الناس دونك قسمنا البيتزا بيناتنا كل واحد شد الربع، دونك عندنا دوك لي باغ مقادين ايغاليزي، واحد لي باغ ايغاليتي، انا شديت الربع، شخص اخر شد الربع، شخص اخر الربع، وربع راه. دونك مثلا انا بغيت نزيد في لا ساتيسفاكسيون ديالي، بغيت كتر، دونك يعني شنو عندي؟ انا عندي الربع، يعني شنو عندي؟ يعني خاصني نشد واحد لا باغ من الربع ديال واحد الشخص اخر. الا زدت عنده الربع ديال الشخص الاخر يعني غنزيد ليا انا غنقص ليه هو، غنقص لا باغ ديالو. دونك هادشي اللي كتعني لوبتيموم دو باريتو، يعني في ليكونومي ملي كنبغي نزيد لا ساتيسفاكسيون لواحد الشخص راه ضروري كنضر شخص اخر. انا بغيت نزيد في المنفعة ديالي ولكن راه كنضر او ميم طو شخص اخر، هذا هو لوبتيموم دو باريتو اللي امبوسيبل، صعيب علينا باش نقدروا نزيد واحد المنفعة ديال الشخص بلا ما نضروا المنفعة ديال شخص اخر. بقات لينا اخر ايكول في نيو كلاسيك هما ليكول دو كامبريدج او المدرسة البريطانية، ليكول دو كامبريدج. الممثلين ديال هاد المدرسة البريطانية هما شارلي جيفنز و ألفريد مارشال. جيفنز a critiqué la théorie de la valeur des classiques et de Marx. جيفنز انتقد لينا النظرية ديال القيمة ديال لي كلاسيك و ماركس، قلنا أن القيمة بالنسبة لي كلاسيك إلي ماركس الماركسيست كيتحدد بلو ترافاي، دونك جيفن كريتيكا هذا وقال لنا بان لا فالور كتحدد باليوتيليتي، دونك لا فالور دان بيان اي ديتيرميني بار سون يوتيليتي. دونك هذه هي النظريه ديال ليكول دو كامبريدج. دونك هادو هما لي نيو كلاسيك. نيو كلاسيك هما تيقول لك بان لا فالور كتحدد باليوتيليتي، هما كيعتبروا ان تو لي زاجون سون راسيونيل، هما كيستعملوا لاناليز ماتيماتيك بور analyser les phénomènes économiques ou qui s'utilisent aussi la calcul à la marge. Nous avons la dernière école pour terminer le cours de l'introduction à l'économie, c'est l'école des Keynésiens. Le moment de la fin est John Myron Keynes ou la madrasa al-Keynesia. Donc, nous avons fait avant de vous donner la madrasa al-Keynesia, nous allons commencer le contexte qui est dans Keynes. حنا كنعرفوا بان في 1929 كانت واحد لا كريز ايكونوميك، دونك لا كريز ايكونوميك دو 1929 ا ايدي ا لاباريسيون دي بونسي ايكونوميك دو كينيز، هي اللي ساعدتنا باش يظهروا الافكار الاقتصاديه ديال كينيز. دونك نهضروا شويه على لا كريز ايكونوميك. لا كريز ايكونوميك دو 1929 شنو كان فيها؟ كان فيها واحد لا كريز دو سيغ برودكسيون. كيفاش لا كريز دو سيغ برودكسيون؟ واحد انفائد انتاج، يعني ان لوفر دو بيان اي سيرفيس اي سوبيريور دو لا دوموند، يعني ان العرض كان اكثر من الطلب. دونك حنا كنعرفوا الا كان العرض اكثر من الطلب السلعه موجوده وما كاين اللي يشريها، دونك اش كيوقع للاسعار؟ الاسعار كينقصوا، تيكون عندنا لا ديمينيسيون دي بري. دونك الا كان عندنا لا ديمينيسيون دي بري الاسعار ناقصه، لي زونتربريز راه البروفي ديالهم كينقص، حنا ما كنبيعوا والو، داك الشيء اللي كنتجو بواحد التكلفه كبيره ولكن كنتبيعوا واحد الثمن قليل، دونك لو بروفي ديالنا كاونتربريز كينقص، دونك كتادي الى ديمينيسيون دي بروفي دي زونتربريز. ولا نقصت لي ديمينيسيون دي زونتربريز راه كياثر لنا حتى على لي بارن وكياثر لنا على الانفستيسمون، دونك لي ديمينيسيون دي زانفستيسمون لونتربريز ما تقدرش تستثمر. علاش ما نقدرش نستثمر؟ لان حنا شفنا ان الاسعار ناقصه ومشينا نستثمر ندير شي انتاج ما يمكنش، لان ننتج داكشي عند السوق عند ثمن ناقص، دونك بلا ما كنخاف انني نستثمر. دونك الا الاستثمارات نقصوا ولا برودكسيون نقصات شنو كيوقع؟ ان لي زونتربريز كيسرحوا العمال، دونك يكون عندنا اوغمونطاسيون ديال لو شوماج. والا كان عندنا اوغمونطاسيون ديال الشوماج الناس ما خداماش، يعني لي غوفوني ما كاينينش، الناس ما كيشدوش واحد الصالير، دونك ديمينيسيون ديال لا دوموند، لا دوموند دي بيان سيرفيس، لان لا دوموند كيديروه لي ميناج لي كونسوماتور، دونك لا ديمينيسيون دو لا دوموند. يعني شنو هو لا كريز ايكونوميك دو 1929؟ ادت لينا الى لا ديمينيسيون دو لا دوموند افكتيف، لا دوموند انتيسيبي بار لي زونتربريز. دونك هذه هي لا كونتكست جينيرال اللي كانت في 1929. دونك جات دخل لينا جون مايرن كينيز قال لينا شنو هو الحل ديال ماك ديال هذا هو ان خص الدوله تدخل باش تقدر دير لنا واحد الحل لهذا المشكل ديال لا كريز ايكونوميك. دونك شوفوا دابا لي برانسيب دو بونسي كينيزيان. اول برانسيب لو شوماج اي فولونتير، سي دير لو شوماج اي اكزيستي ا كوز دو لا كريز ايكونوميك. كينيز تيقول لك بان الشوماج، هذا الشوماج اللي واقع لنا دابا هو الشوماج اللي هو انفولونتير، عفوا انا بنكتب انفولونتير،
Le chômage est involontaire, mais c'est volontaire. Le chômage est involontaire, c'est-à-dire que le chômage est exercé à cause de la crise économique. Moi, je sais pas le خطأ, involontaire. Que le chômage est involontaire, c'est-à-dire le chômage est exercé à cause de la crise économique. تقول لك بان الشومار هو غير ارادي يعني انا شومور راه ماشي انا اللي بغيت نكون شومور السبب ديال هذاك الشومور الشوماج ديالي هو هذيك لا كريز ايكونوميك دونك هذه هي النظريه ديال الكينيز لو شوماج اي انفولونتير aussi عندنا l'intervention de l'état pour relancer la demande effective l'intervention de l'état pour relancer la demande effective حنا قلنا كاين عندنا واحد لا كريز ايكونوميك L'économie économique سببت لنا انخفاض ديال لا دوموند هاد لا دوموند هو لا دوموند انتيسيبي بار لي زونتربريز يعني انا كبروديكتور كنبغي ننتج ولكن كيبان ليا الاسعار ناقصين في السوق ما كاين اللي كيشري السلعه دونك هذاك لا دوموند انتيسيبي داك الدوموند اللي كنتوقعو ما كاينش ناقص بزاف دونك كينيز قال لك ان الدوله خاصها تدخل باش تقدر تزيد لا دوموند ايفيكتيف دونك كيفاش تقدر تزيد الدوله لا دوموند ايفيكتيف يعني خاصها تحاول انها تزيد باش تحارب الشوماج وتطلع لو غوفوني ديال لي كونسوماتور باش يقدروا يدوموندي لي بيان ان سيرفيس دونك شنو هو الحل هو الانترفونسيون ديال ليتا دونك جو مارين كينيز ابل ا ديزاغريغا ماكرو ايكونوميك طلب نستعملوا ديزاغريغا ماكرو ايكونوميك بحال الانفيستيسمون بحال لو ملتيبليكاتور دانفيستيسمون بحال لي ديبونس بيبليك اكسيتيرا بحال لي غوسيت فيسكال هادو قال لي خصنا نستعملوهم باش نقدروا نحل هادي دونك ايتابليغ ليكونومي au niveau macroéconomique يعني حنا ديجا بالنسبه لي كلاسيك ونيو كلاسيك كنا كنديروا لا ميكرو ايكونومي يعني كنشوفوا غير انديفيدي لي كومبورتو اندي كنشوفوا غير المصلحه الفرديه الفرد واحد دونك كينيز قالنا خصنا نشوفوا الماكرو ايكونومي نشوفوا الدوله كامله نحاولوا ان نشوفوا كيفاش كتفسر الاقتصاد ديال البلاد كامل دونك لا ماكرو ايكونومي دونك كيفاش خاصها تكون لانترفونسيون ديال ليتا بور كينيز ليتا خاصها تدخل باغ تخوا بوليتيك لان كينيز قال لك شنو هو الحل ديال لا كريز ايكونوميك خاص ليتا انترفونير بور غولونسي لا دوموند ايفيكتيف دونك ليتا دوا انترفونير با تخوا بوليتيك بوليتيك الاولى هي لا بوليتيك بيجيتير شنو كنعنوا بالبوليتيك بيجيتير هي لا انترفونسيون ديال ليتا باغ لانفيستيسمون بيبليك باغ لي ديبونس بيبليك يعني خاص الدوله تدخل وتصرف لي ديبونس بيبليك النفقات العموميه الدوله تصرف دير مشاريع عموميه دير انفراستركتور دير طرق دير الموانئ يعني دير واحد الاشغال عموميه اللي تقدر تخدم بها الناس دونك لانفيستيسمون بيبليك لان اذا مثلا الدوله دير واحد المشروع ديال بناء الطريقه تخدم الناس دونك راه غادي تحاول تحرك الاقتصاد يعني هاد الناس راه غادي يشدوا لي سالير وهاد لي سالير غادي يمشيو دوموندو دونك اول حاجه لي بوليتيك بيجيتير يعني الدوله خاصها تصرف يعني دير لي ديبونس بيبليك لانفيستيسمون بيبليك النقطه الثانيه لا بوليتيك الثانيه لا بوليتيك مونيتير او السياسه الماليه السياسه الماليه شنو كدير يعني خاص الدوله تحاول ان تزيد لا ماس مونيتير تزيد في لا كونتيتي دو موني لان الفلوس قليل في البلاد خاص تحاول ان تزيد لا ماس مونيتير تزيد لا كونتيتي دو موني تطبع في الفلوس لاناش لان الزياده ديال لا ماس مونيتير كتبيسي لو طو دانتيغي كتنقص لي لو طو دانتيغي هذاك لو طو دانتيغي كينقص يعني داك الفوائد على القروض كينقصوا ملي كنزيدوا لا ماس مونيتير الفوائد على القروض كينقص ولا زاد نقصوا الفوائد على القروض شنو كيؤدي كيؤدي ان الناس كيزعموا لا باش يسدوا لي كريدي باش يديروا الانفيستيسمون دونك يوقع عندنا لوغمونطاسيون ديال الانفيستيسمون ولا زاد الانفيستيسمون راه لي زونتربريز كينتجوا ولا نزلوا لي انتربريز غادي يبقى يبيع وتزاد الانتاج دونك لا دوموند راه كيتزاد دونك هذه هي لا بوليتيك مونيتير اوسي عن طريق لا بوليتيك فيسكال لا بوليتيك فيسكال هما السياسه الجبائيه يعني لي غوسيت فيسكال بور فينونسي لي انفيستمون ديال ليتا يعني الدوله خصها تشد الضرائب من الناس الاغنياء باش تقدر انها تفينونسي هاد لي انفيستمون اللي كدير الدوله دونك هادو هما لي بوليتيك اللي طلب كينيز هما هاد الحلول اللي جاب لنا كينيز بالنسبه لهاد البروبليم ديال لا كريز ايكونوميك نتمنى انكم فهمتوا هاد الكور ديال لانتروديكسيون ا ليكونومي راه سالينا الكور ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله حاول انكم تشوفوا هاد ربعه لي فيديو مزيان وتحاولوا انكم تفهموها وحتى الريزيمي هاد غادي يكون راه موفر كاين في الفيسبوك كاين في كلشي واللي كاع اللي ما لقاوش حاجه غير يحاول يصيفط لي ميساج نعاود نصيفطو ليه وما تنساوش انكم تابوناو معايا في لاشين ديالي باش يوصلكم ديما الجديد دونك حنا دابا سالينا الكور ديال لانتروديكسيون سالينا الشرح ديالو درناه في ربعه لي فيديوهات راه مرقمين حاولوا انكم تشوفوهم فيديو بار فيديو حتى اللي ما فهمش شي ايدي عاود مره اخرى يتسنط الفيديو
بعاود مره اخرى تشنو الفيديو بقى يكسب النقط اللي فهم، لان هاد الفيديوهات ديالي وهاد الريزيم ديالي فيه جميع الافكار وجميع الافكار اللي يقدروا انكم يفيدوكم ماشي تف في اس ان، يفيدوكم من القدام ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق ديالكم في المسار الدراسي او بون كوراج، وحاولوا انكم تبريبارو مزيان لا ماتيير ديال انتروداكسيون ا ليكونومي، وان شاء الله انا من ما تبقى واحد 15 جور ليكزام نحاول اني نعطيكم دي كيستيون دي زيكزيرسيس في لانتروداكسيون ا ليكونومي، سواء كي سي ام، سواء دي كيستيون ديريكت، سواء دي ديسيرتاسيون، باش تحاولوا تجاوبوا عليهم نشوفوا واش فهمتوا ولا ما فهمتوش. كان معكم استاذ كريم ايكونوميست، تحياتي لكم وشكرا على حسن الاصغاء، والى اللقاء في فرصه قادمه باذن الله.